انتبه. الأمير قاسم، شو كنت مفكر؟ إنه قصتي خلصت من اللحظة يلي بعتني فيها على باتاليستان؟ صحيح رجعت من باتاليستان، بس ما رح تقدر تظهر من هالقصر يا حراس. انت، انا بهنيك فعلا وبشكرك لانه انت كمان جيت لهون، لانه هلأ رح اقتلكن اتنيناتكن، وبعدين بصير فيي اتجوز الأميرة روبينا. لا، ما تعتلي هم يا روبينا، كل شي رح يكون منيح. جنيد قاسم، هيدا الجيل اللي معك ما بيعرف إلا يرقص. أنت يا جينو ليش بعدك قاعد هونيك؟ شو ناطر؟ تعال ساعدنا. احكي معي بتهذيب يا صبي، مش عارف إنك عم تحكي مع نزاكات بانو حبيبي. نزاكات بانو، تحولي على شكل حارس حتى تقدر تيجي تساعدينا. يلا بسرعة نفذ الأوامر، عملي شو ما عم قلك. يلا قومي بسرعة. طلبتك أوامر معلمي. هجوم. هجوم. وقف، قرب قرب قرب. هجوم. كلهم موجودين ورا الباب اللي عليه سبع قفولة، كلهم موجودين بقلب شبكتي هونيك. بلشت هالمسرحية هون، شو ناقصن احتراف. يعني انت شخص اللي حظه قليل، اللي ظهر مع الامير قاسم ورفقاته من عالم المنسيين، اللي ظهر من باتاليستان، بس هلا انا اللي صرت رح ظهرك من هون. رفقاتك وهداك الجن رح يتعلموا درس لما يشوفوك تحت رحمتي. بفهم انك خفت وهربت منهم. ليش بدي اهرب؟ ما هيدا الشيء كله صار بسببي. انت عالآن هون هلأ لازم تعرف انه ما في ولا خدعة بتخلي حدا يقتلني. اجا كتير ناس قبلك وعلقوا بهالشبكة، واليوم اجا دورك. خلينا نشوف لأي متى رح تضلك قادر تحبسني بهالشبكة. عن جد؟ تعا معي.
أنا مبسوطة. ما تبكي يا روبينا، كل شي رح يتزبط هلا. بس وين صار معلمي؟ شو بيعرفني؟ نحن كمان صار لنا زمان ناطرينه. أقولك عم بيواجه شي مشكلة؟ كان مفروض يكون واصل. معلمي معلمي، وقفوا كل شي واطلبوا من هالجن يوقف هالحركات وإلا. لا اوعى تأذي علاء الدين. جينو ردن على جسمك. ما توخزني، كلكن رح تموتوا مع بعض. اضربوا يا علاء الدين، اضربوا. لا علاء الدين. جينو ساعد علاء الدين. علاء الدين. كنت عم بتجرب تقتله يا معلمي. بيجي يوم وفرجيكم كلكم. لشو النطرة، خليها تكون اليوم. عفاك يا جينو، أنا بهنيك، علمت الوزير درس ما رح ينسيه كل حياته. طيب أنا كتير نعسان، عم بفكر نام، وإلا هيدا كتير الحكي رح يطلب مني إني أرقص مرة تانية. وأول ما أوعى بتمنى يكون معلمي الأصلي علاء الدين رجع لي. أمير كيف؟ أمير كيف؟ كيف مش موجود بالغرفة؟ هيدي هي فرصتي الذهبية، لازم فتش على الدواء حتى عالج بي. يا ربي ما تخيب لي أملي، وقت صرت قريبة من هدفي. دلني على الطريق الصحيح، دلني على الطريق الصحيح. ساعدينا ساعدينا.
محبوسين بنفس طريقة بيه. ساعدينا ساعدينا. متوحش كيف؟ المتوحش كيف لقط بيه وحبسه كمان بالمرتبين مثلهم؟ أنا جيت لهون حتى لقي علاج لهالسحر، لمرة واحدة، لمرة واحدة خليني لقي العلاج وبعدين رح بيصير فيي حرركم كلكم وحرر بيي كمان. حدا بيعرف وين موجود العلاج؟ أنا بعرف. أنت؟ خبرني خبرني بسرعة قبل ما يرجع هلأ كيف عغرفته؟ ما في إلا علاج واحد للسحر يلي عملوه فينا، نهر النار. وين بقدر لقيه؟ حتى تلاقيه لازم تروحي عجبل الذهب الموجود بالشرق، هونيك رح بتلاقي نبع من النار. أول ما ترشي من هديك المي على بيك رح يرجع يستعيد بيك شكله الأساسي. ورجعي رشي بقية المي علينا حتى نقدر نحن كمان نتحرر من السحر. ما تخاف رح أعمل كل جهدي، أنا رح روح جيب المي من نبع النار بوقت قريب من جبل الذهب. بس هالمهمة كتير صعبة يا بنتي، في شيطان موجود دايما تيحرس النبع وما رح تقدري تحاربي أبدا. إذا كانت هالطريقة هي الوحيدة حتى خلص بي وخلصكن، ما في مشكلة أبدا. بالنهاية أنا صديقة علاء الدين وتعلمت منه أنه كل إنسان بيقرر بده شي ما بيفشل أبدا. جيت؟ تفضل. صار لي زمان نطرتك هون. شو هيدي الريحة اللي بتشهي؟ بالأول بدك تدوقن وتقلي شو رأيك. فيك تطعميني من إيديك؟ ايه أكيد. كتير طيبين. بس خليني أظهر من هون وبعدين رح أنسى كل يلي عم بصير وأعتبره كابوس. أنا بشكركم تنيناتكم، لو منكم أنتو كنت بعدني علقان بعالم المنسيين. علاء الدين بيوصل بالوقت المناسب على المكان المناسب. على فكرة أنتو ليه جيتوا لهون؟ جينا لحتى نفتش على البركان النايم. بس هيدا المكان كتير خطر، ليه بدكن تروحوا لهونيك؟ بدي حرر روح أمي وبيي، لأن في ساحر شرير حبسهم هونيك من زمان. وصلنا زمان عم نفتش على الطريق يلي بتوصل على البركان النايم بس ما لقيناه. بس من بين كل الناس يلي جربوا يروحوا لهونيك ما حدا منهم وصل. ليه؟ كل يلي بيروحوا يفتشوا عليه بيفتشوا فوق سطح الأرض، وبالحقيقة البركان النايم موجود تحت الأرض. تحت الأرض؟ أنا رح دلكن على الطريق يلي بيوصلكن لهونيك. لما تمشوا صوب جهة الشمال من هون رح تشوفوا هونيك عدة جبال، من بعد ما تقطعوا الجبل السابع رح بتلاقوا مغارة بتوصلكن على البركان النايم. شكرا كتير. ممتاز انك انت رجعت يا معلمي، لاني كنت خايف انه كون مجبور اخدم هالكتير حكك الحياتي. شو فكرني واحد مجنون حتى اتحمل واحد مثلك؟ انتو الاثنين ما تبلشوا من جديد. جينو خدنا صوب الجبال بجهة شمال. طلباتك اوامر معلمي. مع السلامة، نحن رح نمشي هلأ بالاذن. مع السلامة، انتبهوا على حالكم. اكيد. هيدا اللي اسمه علاء الدين، عم بتزيد قوته أكتر وأكتر. ما بعرف شو لازم أعمل. هاي الجبال بعتقد إنه صرنا قراب كتير على هدفنا. هاي لشو عم تتعذب وتعمل كل هالشي؟ أنا لقيت السلاح يلي بيعطي نفس
النتيجة بسهولة. شو قصدك تقول؟ بدك جنة تحت أمرك. صحيح، طلع عقيدي هون، تقدر تسيطر بشكل كامل على أي جن قوي بهالحجر الأحمر. شو السعر؟ إلك خصوصي سعر هالحجر هو. مش إلو، إلي أنا وبس. لحظة، شو هالسخافات؟ منا سخافات، هيدا من حقي أنا، أكتر واحد بحاجة لهالحجر. يلا تشوف، أعطيني إياه لهون. بعتقد إنه مجنون. أنا مني مجنون، أنا ساحر. أسرع يا جينو، حاسس رح موت تشوف روح أهلي، وما بقى عندي صبر. حتى الأعمى ممكن يضيع نص هالعتمة، شو ممكن يكون في قدام؟ رح نكتشف هيدا الشي لما نوصل. طلعوا هونيك، لقينا الضوء. أمي، بيي، أمي، بيي. أنا ما قلت لك؟ قلت لك إني حاسة إنه علاء الدين قريب منك، ليك وصل لهون. وليه ما بدي أجي يا أمي؟ ليه ما بدي أجي؟ أكيد أنت مرقت بمصايب ومشاكل كتير حتى وصلت لهون. نحن شفناك هلأ وتحققت آخر أمنية عنا. شو؟ أنت شو عم تحكي يا بيي؟ أنا جيت لهون حتى أخدكن. مستحيل يا علاء الدين. ليه يا أمي؟ طلعي على إيدي، أول ما أكسر الإزاز بجوهرة الأفعى اتنيناتكن رح تتحرروا من هالمكان. علاء الدين، صحيح قدرت توصل لهون، بس ما رح تقدر تحرر زويا وزهير أبداً، لأنه بواسطة هالحجر رح سيطر على الجن يلي معك، وساعتها رح أسرق المصباح منك، وبالإضافة كمان لأمك وبيك وأعز رفيق عندك. أنت رح تصير شهيد لما تغرق بهالبركان. قل لي شو بعدك ناطر؟ اللحظة اللي عملت كل جهدك كرمالة اجت هلأ. روحي على الدين. رجع على الدين، البركان عم يولع قدامك. ما تخاف علي يا أمي. لا يا علاء الدين، زهير حكي كلمة. أمك معها حق يا علاء الدين، رجع. نحن علقانين ورا هالإزاز، ما في خطر علينا من البركان، بس أنت ما رح تقدر تخلص إذا قربت أكتر، ولا ممكن نتحمل إذا صار لك شي أنت وعم تحاول تخلصنا. بس مستحيل أرجع بعد ما صرت كتير قريب منكن، رح لاقي طريقة حتى أوصل لعندكم فيها. ما تعذب حالك يا معلمي، أنا هو الطريقة الجاهزة هون. نعم. Thank you.
الناس بيتنقلوا على ظهر الفيل، واليوم رح خليك تتنقل على ايدي انا. علاء الدين بسرعة قبل ما تجينا شي مصيبة. فيك تعتبرها وصلت هلا. امي بيي معقول؟ شو كنت مفكر يا علاء الدين؟ فكرت انه السحر جعفر اختفى لكل العمر من بعد ما خيب له ظنه ابن خيو؟ لا يا علاء الدين، لا ابدا، مش هين تتخلص من السحر جعفر يا ابني، لازم تدفع ثمن قصص كتيري. سبق واخذت مني مصباح برجمان السحري مرة واحدة، بس اليوم راح اخذ هالمصباح ومعه الجن، وهالشغلة راح تكون للأبد. فيك تقلي انت شو مفكر؟ مفكر ان السعدان ممكن ينفذ اوامر كل شخص بيلاقيه على الطريق؟ ما تتجادل مع هالشيطان يا جينو. معلمي انا ما راح اتجادل معه، بس بقدر اعكس تأثير سحره على القليلة. معلمي انت خلص اهلك هلا، وانا بهتم بموضوعه لجعفر. لا انا اليوم رح كون مقابيله. وين كنتي كل هالفتره؟ خوفتيني عليك كتير. ما تعطي الهم ابدا بابا، انا هلا جيت اخدك من هون. بهالحاله هيك أنا وبالمرضبين؟ أنا رح لاقي الحل بابا، بس بالوقت الحاضر ضروري نهرب. بس مين رح يعطينا الإذن تنترك القصر؟ إذا اكتشف كيف شو عم بصير بده يزيد التشديدات الأمنية من حولنا أكتر، وما بعرف شو ممكن يعمل فيكي. إذا قبلنا الخسارة بهالسهولة ما رح نقدر أبدا نهرب من هون. انطرني لحظة. بدك تسامحني بابا، بس ممكن تتأذى شوي. ما في مشكلة، عملي مثل ما بدك. لوين رايحة يا أميرة؟ كنت جاي لحتى شوفك. والله كنت رايحة على السوق، طالع على بالي حضر لك طبق مميز للعشاء، بس هيك. أنتي أميرة، أنت كتير عم تعذبي حالك. ما تهت الهم، ما في عذاب أمير. كيف أنا ولا ممكن حس بالسعادة إلا لما نكون عم بطبخ لك، وصدقني من كل قلبي. إذا عندك مشكلة بلاها ما بروح، بسيطة برجع على غرفتي. أنت عم تحرجيني بهالحكي. روحي روحي محل ما بدك، وجيب أغراض قد ما بدك. أنا بشكرك، بس لحظة، ما تروحي لحالي، بدي إياكي تاخدي الخالي معك. إيه أكيد. على فكرة أنا كمان جبت لك هدية كتير مميزة. جنيد، جعفر، جينو، ساعد جنيد. طلبتك أوامر معلمي. بوقت كتير قريب، مش هو، أنا رح صير معلمك. معلمي نفس الحجر الأحمر معه. كيف قدرت تجيب هالحجر؟ شو بدك بالحجر؟ هلا رح اخذ المصباح والجن كمان. جينو، انت مشكلتك معي انا مش مع جينو. ما تورط جينو بالموضوع، واعمل يلي بدك تعمله.
انت متعلق ومتعاطف مع خادمك ها؟ بس انا لا، لانه انت اللي ورطته بهالقصة. جينو ارجع بسرعة. معلمي ما تعطل همي، يلا خلص اهلك انت هلا خلصهم. لك هالجوز، كل واحد منهم مش مصدق كيف بده يموت كرمال التاني. يلي عم بيصير ما بتقدر تستوعبه جعفر، هيدا بيسموه صداقة. شو بخصوص الكره؟ شو يلي بيسموه كره؟ بتحبوا فسر لكم شي؟ ها؟ جينو معلمي ما تخاف علي، ركز بس على الإزاز. جنيد روح خد الحجر الأحمر من جعفر. في ناس بكل بساطة ما بتستوعب. جنيد معلمي ما تعطل همي، أنا ما رح خليك توقع أبدا. معلمي بسرعة، ما رح خليك توقع، ما رح خليك توقع، ما رح خليك توقع. علاء الدين. شو في هدية أجمل من هيدي لحتى عبر لها عن حبي؟ هيدي أول هدية عم أقدم لك إياها من يوم يلي قبلتي فيه. أكيد رح تصير علاقتنا متينة أكتر لما تلبسيها. وين مرت بين السلطان؟ وين راح مرتبين السلطان؟ وينه؟ سبق ونفذت لي كل طلباتك، وانت شو عملتي بالمقابل؟ عم تخونيني يا ياسمين؟ لحديت هلأ كنتي عم تشوفي حبي، هلأ رح تشوفي غضبي. الأميرة ياسمين هربت من القصر، بدي اياكم تروحوا تجيبوها لهون. بالأول روحوا على النهر، مستحيل إني أسمح لها تهرب وتاخد السفينة. روحوا. جينو قوم يا جينو، جينو شوف كل شي صار منيح، افتح عيونك جينو، افتح عيونك يا جينو، جينو افتح عيونك جينو، قوم يا جينو. بس كمان في حدود للوحشية، وبالأول قتلتنا نحنا كرمال المصباح، وبعدين خنت ابننا علاء الدين، واليوم حضرتك جاي لهون حتى تسرقه. بس في شي واحد انت أبداً ما بتعرفه. شو هو اللي ما بعرفه؟ أنا وزويا حطينا تعويذة سحرية على هالمصباح، وبس الإنسان يلي قلبه طيب بيقدر يمتلكه، وهالإنسان هو علاء الدين. أما بالنسبة للشياطين يلي على شكلك فما تجرب وتحاول تسيطر عليه، ما رح تقدر أبداً تاخده. شو بدي بالمصباح وقتها بكون قادر سيطر على الجن؟ شايف كتير أرواح تايها مثلكم، فكل يلي عم بتقوله ما بيهمني أبداً. ما تتركوا يعيش ولا دقيقة بي. إنسان ميت ما في يقتلني لألي. أمي أعملي شي يا أمي، جينو معه يفتح عيونه. هلأ رح أبعتك على محل كتير بعيد،
وبهالمحل بعيد ما رح تلاقي إلا نجوم من حواليك. لا 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 يا زهير لا، ما فيك تعمل هيك أبداً، بترجيك. ليه ما فيي؟ لما يوصل دورك تنسى التهديد وبتبلش تترجى الناس. لا لا وقت خليه يهرب اليوم يا بي. لا أبداً. الحجر الأحمر؟ هيدا الحجر الأحمر هو المسؤول عن يلي صاير بجينو. اليوم أنا رح كسر هالحجر وأخلص. ياه جينو، جينو جينو طلع شوف كسرت الحجر. قوم يا جينو، جينو قوم يا جينو، جينو آخر مرة تحسنت حالة جينو لما كسرنا الحجر، بس هالمرة ما عم بتأثر فيه. دقات قلبه عم تخف شوي شوي، إذا بقي هيك رح تكون فرصته بالحياة أقل. لازم خلص حياة جينو شو ما كانت تمن يا بيي. أنا المسؤول عن جينو، وجنيد كمان صديق كتير عزيز على قلبي. ما في إلا مكان واحد يتعالج فيه. وين؟ بالعيادة بعالم الجن، بتلاقي دكاترة متخصصين بالجن. ما في مشكلة، لكن رح نروح لهونيك بسرعة. لا يا علاء الدين، مش من الهين توصل لهونيك، لأنه الأطباء عندهم عايشين بعالم الجليد، والطريق يلي بتوصل لهونيك مليانة مخاطر. شو ما كانت المخاطر رح ناخد جينو لعند الدكتور. علاء الدين معه حق، إذا ما في غير هيدي الطريقة لنخلص الجن فلازم يروح هو لهونيك. طيب بس لازم توصل لهونيك قبل ما تغيب الشمس، لأنه جينو أبداً ما بيقدر يعيش لفترة أطول. ليك هونيك، جنيد الهيئة المغارة موجودة ورا هالصخر. علاء الدين شوف ايديك. حياة جينو بين ايدينا يا جنيد. تأخرتوا كتير لتوصلوا لهون، صار لي زمان كتير ناطركن. يعني كنت عارف انه رح نجيب جينو لهون؟ مش كل يوم بيتعرض جن للإصابة.
يعني انت بتعرف شو العلاج كمان؟ بترجيك تعالج جينو بسرعة. افتح عيونك يا جينو، افتح عيونك. بس ليه العلاج ما عم بيأثر ابدا علي دكتور؟ كان فيي خلص له حياته لو انكن جبتوه قبل هلا، بس بعتقد انه فات الاوان. لا دكتور ما تقول هالحكي، بترجيك تعالج جينو. لو كان بايدي اعمل شيء ما كنت قصرت ابدا، بس هلا كل شيء صار بيد الله. اذا استعاد وعي الجن قبل ما توصل اشعه الشمس على هيديك الصخره بيكون خلص، والا راح يموت. بس بهالوقت فيك تعمل شيء ما هيك؟ صح، راح اجرب فيقه بواسطه الضوء اللي جاي من السما. صلوا حتى تكون الاشعه فعاله. هيدي الأشعة لازم تفيده وتخليه يوعى. دكتور حتى الأشعة ما أثرت فيه. خالتي أنا عندي فكرة وما في منها أبداً، بدي منك تساعديني وتشتري لي غرض كتير مميز من هون من السوق. موافقة، شرط أعرف شو هو الغرض يلي بدك تشتريه. أكيد رح أرجع خبرك بالمطبخ. بقدر روح هلأ؟ روحوا فتشوا بكل زاوية بكل حي، لأنه إذا ما لقينا سمو الأميرة ياسمين رح يشنقنا الأمير كيف. ما بحياتي شايفه معصب هالقد من قبل. الهيئة إنه كيف اكتشف إني عم حاول أهرب، ولهالسبب بعت الحراس حتى يفتشوا علي. برأيي إنه لازم آخذ طريق الغابة. قد ما كانت هالطريق خطرة، ما رح تكون خطرة أكتر من كيف. علاء الدين انت معلمي. ما عم بفهم انت ليه عم بتقلي معلمي. لانه انت اللي حررتني وظهرتني من هالمصباح الصغير، فمن بعد اليوم انت معلمي وانا خادمك، وشو ما بتأمرني اعمل انا رح نفذه. عن جد رح نفذه. لكن قوم، هيدا امر مني. عم تسمعني؟ قوم يا جينو، هيدا أمر مني. عم تسمعني؟ جينو قوم افتح عيونك، هيدا أمر مني. جينو هيدا أمر مني. جينو جينو افتح عيونك.
يا كتير الحكي شوف شوف السحر يا كتير الحكي شوف شوف السحر هل قد انت زعلان مني لحتى ما عم تطلع فيه؟ لو كنت عارف انك رح تزعل هالقد ما كنت ضايقتك ابدا يا جينو. يا ريتك بتسمحني يا جينو لمرة واحدة بس. لمرة واحدة. لمرة واحدة سامح كتير الحكي. لمرة واحدة بس. وانا بودك انه ما رح اعود ازعجك ولا حتى رح ارجع اقول لك يا محتال ولا مجنون. جينو افتح عيونك سامح رفيقك كتير الحكي لمرة واحدة لمرة واحدة بس لمرة واحدة بس رد علي جينو احكي شو صار له جينو علاء الدين ليه ما عم يوعى ولا عم يحكي معنا علاء الدين احكي لك كلمة افتح عيونك يا جينو أشعة الشمس عم تنزل بسرعة صوب الصخرة ما حدا غير ربنا رح يقدر يساعده أنا أكيد خلو إيمانكم كبير يا شباب جينو 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 قوم جينو قوم يا جينو افتح عيونك جينو افتح عيونك يا جينو أشعة الشمس رح توصل على الصخرة وهلأ ولا ممكن الجن يرجع يعيش جينو ما فيك تتركني هيك يا جينو قوم بعد في إشي كتير نعملها سوا ما هيك؟ يلا ما هيك؟ بعد لازم حررك من المصباح إيه؟ قوم افتح عيونك جينو جينو اسمعني قوم يا جينو هيدا عمر مني ما فيك تعصيلي أوامري انت وعدتني تنفذلي كل أمر بعطيك يا جينو قوم افتح عيونك جينو 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 قوم يا جينو جينو افتح عيونك يلا قوم قوم يا جينو افتح عيونك قوم يا جينو افتح عيونك افتح عيونك دكتور دكتور ما بعرف كيف بدنا نشكرك لازم تشكروا ربنا لأنه استجاب لصلواتكم